صباح الخير ومساء الخير يا لبابا. يا لبابا. واش الأبطال، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم في قناتكم قناة سليلابي. المهم في هذا الفيديو غادي نشوفوا نصائح مهمة لصحاب السيزيام. ما عليكم غير تكونسونطراو معايا وديروا الكيت ويا الله بين. المهم اولا كننصحكم تحفظوا سورة يوسف من دابا، وياكم تعجزوا واخا غير 5 الايات في النهار. حاولوا تقراوا لابواط كامله من تشدوا الفرنسي شويه وتاخذوا افكار اللي غتوظفوهم في البروديكسيون من تنقصوا عليكم الخدمه. تفرجوا في المسرحيه ديال انتيغون، راه فيها غير ساعتين باش تفهموا مزيان الاحداث. عندكم يقول لكم راسكم لا راه عندنا غال جهوي الوغ نركزوا غير على المواد الادبي. شحال من واحد سقط بسبب التفكير الزايد عليها، غتطلعوا خاوين الباك وهادشي اللي غيعاني منه الاغلبيه الساحقه ديالنا. الوغ ما تديروش الاغلاط اللي درنا، نظموا وقتكم مزيان من الاول، ما تهاونوش ما تاجلوش وما تعجوش. الوقت كيدوز كلمح البصر، كونوا مطورين، بعدوا من اصدقاء السوء، بعدوا من الناس السلبيه اللي ما غيفيدوكم في والو. ديما تصاحبوا مع اللي حسن منكم، الطاقة السلبية هي أكثر حاجة تقدر تعاديك. ضحكوا ونشطوا وبدلوا الجو، ولكن وقت القراية قراية. إن فوت تدخلوا للقسم نساو كل شيء وركزوا مع البروف مزيان، وخليوا علاقتكم مع الأساتذة ديما مزيانة، وحيدوا الضحك والجميع. حيت ببساطة أنتم غادي تقراوا أما التركيل والبيست فريند والبوي فريند وداك الخوا الخاوي ما موكلش. ما تعولوش على الاساتذه وتبقاو تحاولوا تقنعوا راسكم بالاعذار الخاويه. تاع الاستاذ ما كيشرحش، ما كيحطش النقطه، فروضو صعاب، ما غنديروا والو. نتوما تجاوزتوا دابا مرحله التلميذ اللي خاص كل شيء يتعطى. بحثوا على المعلومه بوحدكم، ما تدخلش راسك ديك القضيه تاع المشكل راه ديما في المؤسسه ولا الاطر التربويه او نظام التعليم، حيت والله ما غتستافدوا شي حاجه. فهموا قبل ما تحفظوا، فهموا الاحداث والمسائل العلميه وداك الشيء. اما التواريخ والارقام والشخصيات داك الشيء كوبي كولي بالحفاظه طبعا. ديما سبقوا الاستاذ بخطوه وكونوا مزيانين مع الاساتذه والحرازه. اما تتعاير مع هذا وتسب هذا باش تبان واعر قدام بنادم غير تخربيق والله. نقطه السلوك جد مهمه، لذلك حاولوا دائما تحسنوا العلاقات ديالكم مع الاساتذه ومع المؤسسه ومع الاداره. المهم الى هنا وصلنا الى نهايه الفيديو. ما تنساش اللي مازال ما اشترك معنا في القناه اضرب لي على ديك السبسكرايب بالاحمر، وما تنساش كذلك دير جيم الى عجبك الفيديو طبعا، وفعل خاصيه الجرس باش ديما انفو يتحط شي فيديو يوصلك انت الاول. وتشاو، السلام عليكم.